فاز مرشح قائمة المشاركة والتغيير الدكتور علي العبوس بمركز نقيب الأطباء في انتخابات النقابة التي جرت الجمعة في مركز النقابة في عمان وفروعها في المحافظات، وقد حصل العبوس على 2331 صوتا، فيما حصل أقرب منافسه مرشح التجمع النقابي المهني القائمة الخضراء تحالف القوميين واليساريين والمستقلين الدكتور أمجد عبيدات على 1367 صوتا. دكتور فريد المومني 114، دكتور أمجد عبيدات 1367، وبذلك يكون الأول النقيب الدكتور علي العبوس. وحصل مرشح التجمع الديمقراطي النقابي الخضراء الجديدة قوميين ويسارين ومستقلين الدكتور أحمد فاخر على 671 صوتا، وحصل المرشحان المستقل الدكتور حيدر المدني على 152 صوتا والدكتور فريد المومني على 114 صوتا. وبلغ عدد الأوراق المهملة 81 ورقة من أصل 4716 ورقة اقتراع. الدكتور العبوس أكد في تصريحات خاصة للحقيقة الدولية عقب إعلان فوزه بمركز النقيب أنه سيكون نقيبا لجميع الأطباء، وأن النقابة ستكون بيتا للجميع، وأن ستعمل على تحقيق مصالحهم والدفاع عنها، وأن مجلس النقابة الجديد لن يقصي أحد، وسنقف على مسافة واحدة من الجميع. يسعدني ويشرفني أن أحوز هذه الليلة على ثقة زملائي وزميلاتي الأطباء والطبيبات بأن أكون نقيبا لكل الأطباء سواء من انتخبني أو من لم ينتخبني، وأسعى بإذن الله تعالى لنيل مصالحهم وتحقيق أهدافهم في مهنة طبية وفي وطن آمن يحظى أهله بسلام وأمن، والحمد لله رب العالمين. ماذا سوف يكون هناك البرنامج لخدمة النقابة؟ البرنامج سيكون إن شاء الله التغيير نحو الأفضل. سوف نسعى إن شاء الله لتحقيق المصالح الأطباء، ونسعى أيضا بإذن الله عز وجل للتخفيف من كثير من المشاكل التي يعاني منها أطبائنا، سواء العاطلين عن العمل أو سواء قضية التدريب أو سواء قضايا التقاعد والإسكان وغير ذلك من المشاكل. نعم، سوف يكون هناك تعاون مع الأعضاء الذي سوف ينتخب. نعم، سوف نكون لن نقصي أحدا، وحتى المتنافسين سوف نقوم أيضا برفع ملفاتهم ورعايتهم. وكان رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء للدورة الجديدة 2016-2019 الدكتور ممدوح العبادي أعلن انتهاء عملية الاقتراع الساعة 8 مساء الجمعة في جميع المراكز في المملكة. طبعا احنا بدأنا الساعة 8 وانتهينا الساعة 8، أضفنا اليوم إضافة جديدة في الانتخابات هي استعمال الحبر لأول مرة في النقابات المهنية. وقال الدكتور العبادي أن عدد المقترعين بلغ حوالي 4560 مقترعا بنسبة تصل إلى نحو 55% من أصل حوالي 11000 طبيب وطبيبة، 3000 منهم يقيمون خارج المملكة ولم يقترعوا. يمكن صوت في 3000، هاي إربد 1000، وبقية المناطق 500، وهي نسبة عالية جداً، لأنه عندنا احنا 11000 طبيب مسجل يحق له الانتخاب، لكن في 3000 في خارج الأردن. إذا معناته 4500 من 8000، يعني فوق ال 50-55% من عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب، وهذه نسبة عالية وعالية جدا. وأكد الدكتور العبادي أن عملية الاقتراع جرت وفق الأنظمة والتعليمات، وستدها روح المحبة والتعاون والتنافس الشريف بين المرشحين، وسارت بشكل طبيعي وسلس إيمانا من أعضاء النقابة ووعيهم بالصورة الحضارية المشرقة لهذه الانتخابات وحرصهم على العمل لكل ما فيه مصلحة النقابة والمهنة. هذه الانتخابات جزء متكامل من انتخابات سابقة، الديمقراطية والنزاهة والشفافية في هذه المجمعات النقابية تعكس تواجد هذا العدد الهائل من المصوتين، يعني يتجاوز 4500 طبيب وطبيبة صوتوا في هذه الانتخابات،
وأيضا نحن في نقلة نوعية حتى بعدد المرشحين 58 والنقباء 5، وبالتالي هذا يدل على أن التواجد الحقيقي في هذه المعركة الانتخابية علامة إيجابية للوطن بشكل عام.